نبدأ بقى نشوف لوحة الايه الأساسية. بص لو حبيت اقفل الرسمة ما اقفلش الكلوز اللي فوق دي، الكلوز اللي فوق دي لا، الكلوز اللي تحت، الكلوز اللي تحت يقفل الرسمة اللي موجودة، اقول له نو عشان يجيب الرسمة اللي بعدها. اروح واخد من دي كده كوبي اللي هي لوحه الايه المحاور والاعمال، واروح متاخرها كده شويه، دي لوحه الايه المحاور. ابدا بقى ايه امسح فيها الدايمنشن بتاعتها دي والنماذج بتاعتها دي اللي مكتوبه، وابدا اعمل من بره كده اهوت، واروح اعمل لير جديده واسميها ايه؟ فوتنج، فوتنج. والمرة اعمل واحدة تانية اسمها سميل، سميل والشدادات اللي تلت في واحدة خلاص، وراح الاوكي، راح جاي من هنا ايه؟ فوتنج خلاص. لا بلاش الالوان دي، الفوتنج بلاش اللون ده، خليها ابيض، ابيض مش اسود. والسميل، السميل برضه دي ابيض، ممكن السمين اللي اخده اللون ده، لا لا خليه ابيض، خلاص اروح جاي من هنا فوتنج وابدا ارسم. انا عندي الفوتنج الاولانيه كام في كام يا عم؟ شيفت 2. الفوتنج الاولانيه اللي هي قاف 1 متر ونص في متر ونص، خلاص كده. الفوتنج الثانيه كام؟ 2 متر بمتر ونص او متر 70. الثالثه اروح رسمهم كده شيفت 2، مثلا 2 متر 40 في متر او في 2 متر، خلاص كده ارسم النماذج بتاعتي وابدا اعمل ايه قبل ما اعمل اي حاجه. اروح اعمل كوبي كده واروح كاتب على دي قاف واحد، ودي قاف 2 قامت تانية، ودي قاف 3. شوف انا بجيب لكم من الاخر اسلوب الايه الحلو اللي وفر عليك جامد، واروح مظبطها كده واروح مظبطها كده واروح مظبطها كده صح، واروح مديها لاين كده، مديها لاين كده، مديها لاين كده صح، واروح لغي الهاتش، الهاتش بتاعت فين العمود مثلا؟ العمود ده هاخد له قاف واحد خلاص، اروح لو مثلا ما فيش جيران تبقى هنتكلم انها ايزوليتد فيتنج كول، اروح واخد ده كده من هنا لهنا خلاص، واروح اعمل ايه واخد قاف واحد واخد منها كوبي وماسكها منين عند الخط ده وحاططها فين، بس يبقى انا كده ايه السنتر بتاع العمود هو الايه السنتر بتاع العمود صح كده ولا لا؟ ماشي، بس طبعا القاف واحد كبيره فنبدا ايه صغار. شوية بنزل في الحاجات اللي فاضية عشان بقى مش كل شوية إيه رأيك؟ برضه أظبط واحدة بس أعملها موز بقى. شوف لما أعمل موف مش شرط إن أنا أمسك من عنده، بمسكه من أي حتة كده وأبدأ أمشي كده وخلاص صح كده؟ بعد ما عملت دي مثلا العمود ده عندي لام أخد عليه كاف 2 وأروح حاطط عليه وأروح رايح على كاف 2 وأحب إيه؟ كوبي، واروح ماسكه من المنتصف واروح رايح حاطه كده، يبقى انا طبقتهم على بعض ما انساش اروح شايلهم خلاص؟ احط
احط برضه على العمود ده، هياخد نفس قاف واحد، اروح كده واروح رايح هنا جايب قاف واحد كوبي. المفروض طبعا ان انا ايه احدد الاعمده اللي هي قاف واحد. طب اعملها ازاي دي بقى؟ علشان ما توهش اسيب الترقيم اللي اسمه عين واحد وعين اثنين وعين ثلاثه مكتوب، علشان عين واحد تاخد قاف واحد، عين اثنين تاخد قاف اثنين، فما تلخبطش. لو انا سبتها سداح مداح كده، العمود ده كام في كام والعمود ده صعبه. فايه اللي انا اشيله الدايمنشن واسيب عين واحد وايه وعين اثنين وعين ثلاثه، عشان احط قاف واحد مع قاف مع عين واحد وهكذا، فاروح اعملها كلها مره واحده. خلاص كده ناخد دي مثلا قاف واحد، اروح نازل هنا وحاطط قاف واحد، خلاص احط هنا برضو قاف قاف اثنين ماشي. قبل ما اعمل اروح راسم كده، طبعا المفروض ان انا الف عليهم كلهم كده، ها لف عليهم كلهم الاول كده، ها وكده مثلا ماشي. واروح مثلا جايب دي كده واقول له كوب، وياخد دي مثلا تتحط هنا وتتحط هنا اهو وتتحط هنا مثلا، خلاص. واللي بعديه تتحط هنا وتتحط هنا، خلاص، وتتحط هنا وتتحط هنا، خلاص كده. الاقي في مشكله ظهرت، ايه هي المشكله؟ قبل المشكله، قبل ما اقول المشكله اللي تظهر، ان الطول ده ان المفروض القاعده دي تتلف علشان يبقى الطول الكبير في الاتجاه الطويل بتاعها، يبقى روتيشن، والبيس بوينت اهو موجود وزاويه 90 مظبوط ولا لا؟ بس ما الفش معاها دي، خلاص دي اظبطها بقى بامر موف بس، واروح شايل الخطوط دي تحت، صح كده؟ دي مظبوطه ودي مظبوطه ودي مظبوطه، دي اللي عايزه تتلف ماشي. دي متر ونص، متر ونص، والعمليه ماشي ماشي ماشي. قاف اتنين دول كده ايه عايزين يتلفوا على فكره، هتلف روتيشن، ده لما يتلفوا هيدخلوا في بعض اكتر. لف ده الاول، قاف اتنين ماشي، قاف اتنين دي سيد، لا هي كانت الاول احسن صح؟ ماشي، دي اللي تتلف طلعها على تانية وخلاص 90 صح كده؟ هي كده او كده الاثنين هيدخلوا في بعض ولازم يبقى كومباين، طالما دخلوا في بعض يبقى كومباين صح ولا لا؟ نبدا بقى ايه نصممهم ايه كومباين. طب كومباين ده يا باشمهندس انا لسه هجيب كومباين، لا بسيطه قوي، العمودين دول تروح راجع للساب جايب الرياكشنات بتاعتهم، خلاص كده جبت الرياكشنات، وتروح محدد المسافه بينهم وتروح داخل على الايه؟ البرنامج، تروح مصممهم وجايب الابعاد وراح حاطط الايزوليتد فوتنج مثلا، وليكن البرنامج طلع لك ان الايزوليتد فوتنج، اسف، ان الكومباين كام في كام؟ شيفت 2 مثلا 3 متر ونص في ايه دي؟ في كام؟ 2 متر او متر ونص اهو، خلاص كده؟ طيب تبدا بقى تحدد، تبدا بقى ايه ال بتاعتنا دي، هروح اعمل لها روتيشن سيب، واروح شايف العمود الهون اللي بيدي رياكشن اكتر، لو العمود ده اللي بيدي رياكشن اكتر يبقى اروح ماسك دي كده واقول له موف من النص، واروح حاططها هنا في النص. لو العمود ده هو اللي بيدي رياكشن اكتر يبقى الرفرف، يبقى هو بيقف على الحز بتاعه. لو انا عايز اعمل رفرفه من ناحيتين، لو انا عملت رفرفه من هنا كده مثلا، رحت ماسك كده 25 سنتي كده لفوق، حددت الرؤيه بتاعتها لفوق بوينت 25، ايه عامل في ايه؟ لا لا ده هو شغال كله مع بعض عشان كده مش هينفع، اروح اعمل لها ماشي بوينت 25 ساعتين. لا ده في حاجة مش مظبوطة. بوينت 25. طيب. ما استريتش هاخد بقى العمود. بص اعمل استريتش. كده.
فوق بوينت 25، واروح اعمل السيليشن ده لتاني بوينت 25. ليه انا ما عملتهاش كلها؟ لانها هتاخد معايا العمود، فانا لو عملت هنا 25 لازم اعمل هنا ايه؟ برضه 25. ستريتش بوينت 25، لو انا عايز رفرفه، الرفرفه اللي عملها من هنا اعملها من الناحيه، يبقى هي دي الايه؟ الكومبايند بتاعها. خلاص؟ عايز اعمل انا الايه؟ دي كلها كده انا اول ما برسم القواعد، برسم القواعد الايه؟ المسلحه، ماليش دعوه بالعاديه. العاديه بقى اعملها 40 سم رفرفه او 30 سم. 30 سم. اوفست. لو حصل فيها تدخل ما فيش مشاكل، عشان كده انا بطمن على الايه؟ مسلحه. المسلحه الاول. بس يا عم. ودول بقى اوصلهم ازاي؟ شنفر شنفر، واروح موصل من هنا واخلي المسافه دي سالب صفر، واجيب الامر تاني. عارف يعني ايه تشتغل على اوتوكاد الماوس بتاعه من غير سكرول؟ يعني انت بتنهي على نفسك كده، تدفن نفسك. اه يا عم اوعي زي الفل، عايزين يتنفذوا. خلاص كده ابدا اعمل ايه؟ اجيب السميل. خلاص ممكن اهو بامر لاين من هنا لهنا، من هنا لهنا. عايز اعمل السميلات كام؟ 25 ولا 30؟ 25. ماشي، تبدا بقى تظبط كده. والله بص انت برضه تراعي في السملات، مش اي سملات تتحط، انها تبقى ماشيه مع الدور الارضي، حوائط الدور الارضي، تبقى ملتزم بالمعمار بتاعها. خلاص؟ انا لو خدت ده من هنا لهنا كده ماشي. صعب القمر مألوف والسملات برضه، مش فاضي مش لاقي حاجه، في خيط ولا حاجه. من هنا ومن هنا طبعا هتلاقي في بقى ايه؟ مشكلة العمود كان دي جديدة. ما فيش مشاكل، بص اهو انا عارف ان العمود ده مضيق. بس عادي يا عم اهو، بس ده عليه كده وخلاص. ماشي، ومن هنا لهنا. خلاص كده طبعا من هنا تقفلها بقى، تعملها ايه؟ شبكه. شبكه بقى. ماشي، من هنا لهنا. خلاص تبدا تعمل اوفست. لو الاكسد دي مضايقاك تخليها، واوفست 30 سم بوينت 3، ماشي حياتك يا عم. اه طبعا لازم تنظف. اهم حاجة. خلاص كده الكاميرا دي بقى تروح منها لاين كده من هنا وتلبسها على ده. وطبعا الايه ما تسيبش دي كده، حاول ان انت تعمل تربط من هنا لهنا. مع السميل شيء هنا بس، يعني على حسب الحيطه اللي هتبقى موجوده، الحيطه هنا ولا؟ الله ينور عليك، بالظبط كده. اتفضل تروح كده، كل ما تربط اكتر كل ما يبقى احسن. اوف سيت. طب بفلوسك تعمل ترم بقى، ترمات بقى كده عشان ايه؟ تنظف. ليه بقى ترمات؟ لان السميل اللي فوق الايه؟ القاعده المسلحه، فهو اللي بيصبر. انا عاوز اعمل السميل اللي مع المنسوب. اه برضه هتشيلها، هيبقوا ساعتين على بعض كده. لا نوصل السميل للقاعده. لا لا بص، لو الاثنين كده في نفس المستوى، مستوى منسوب السميل ومنسوب القاعده، هتعمل ايه؟ تروح عامل ترم كده. اه وتروح شايل ايه؟ اه خلاص كده. انما لو هو في المنسوب فوق، وده صراحه ده اللي انا بعمله على طول، تروح شايل كده السميل هو بالظبط كده، عشان انزل تحت شويه. كل ما انزل لعلمك كل ما كويس، يعني بالذات في الاعراض الزراعيه بشيل الطين والردم والحاجات دي. ايه؟ الشرقيه هقول لك بنزل قد ايه؟ انا بخلي منسوب سطح السمنه من فوق هو منسوب الشارع، فبنزل ايه؟ 60 للسمنه و60 للقاعده المسلحه و40 للقاعده العاديه، يبقى كام؟ متر 60. لغايه ما الاقي سطح ظهر السمنه من فوق هو ظهر الشارع بتاعي. هو ده اللي بنعمله برضه. ماشي. نفس المبنى. ونخليه بس بنخلي السميلة عالي شوية. كم سميلاتك؟ ممكن لو عايز السميلة عالي، لو انا حبيت اعلي اديله سطرين طوب يا عم، اعلي اللي انا عايزه. صح؟ صح.
برضه بتطلع معاك 4.16 علوي 4.16 سفلي برضه طبعا يا ابني، على طول بس بالله ده 4 علوي 4 سفلي خلاص يعني. حتى عندهم شو كان زي كده 4.16. يا نهار ابيض ليه يا عم؟ وانا اسمع عن ليه؟ الصوره خلف خلف ناس في الاخر يا 5 فايت 22 5 فايت 22 وفي الاخر الشدادات وفي الاخر المهندس زكي بيجي يتكلم عن التكلفه صح كده؟ وابدا اظبط لسه باللاب بتاعتي، ابدا احط ايه بقى؟ اروح جايب دي كده كوبي ومسميها ايه يا عم؟ سين بلاش مسافه واحد واظبطها كده بس سين واحد سين اتنين اللي انت عايزينه. ما تكتبش الا الثلاثه بس وتكتب جميع السملات كذا كذا مش ماشي ماشي. لو في قاعدة جار بقى، قاعدة الجار كل اللي يحصل ايه يا باشمهندس؟ ان انت بعد ما تصممها قاعدة الجار بتبقى حاجة عاملة من المنظر ده بس كده. تشوف اخرها مثلا بس وده بقى بدل اسمه سين بقى اسمه شين. شين بس هي دي ايه؟ ورحنا نرجع الرواية تاني. يبقى هي دي لوحة الايه؟ الأساسية. أروح بقى واخد واحدة من دول كده كوبي وأروح نازل. لا ما في لسه ثابت. بس كده؟ لوحة تانية؟ الأساسات. بس كده. بولو لاين. واروح حاطه من هنا وراح هنا واروح جاي على دي. انا عملنا موف اللي بتاعت قطر الجر. اروح اعمل على دي واسميها ايه؟ المحاور. ولا اعمل ناقصة علام المحاور والاعمال اقول له موديفاي. اجي هنا كده بول لاين واروح حاططها. والله الخط ده تخنته حلوه. لا انا عايز اتخنه شويه. يبقى ويتس انتر. هو كان كام بوينت و2؟ اخليه بوينت و4. انتر انتر. ودي اسمها ايه؟ تسليح سقف المتكرر، تسليح سقف الارضي، اي حاجه بقى على حسب البلان اللي انت بتعمله. تسليح سقف بلاش الكاب دي، شيفت كاب ماشي. بس عم فول لاين بس كده صح كده. زوم ستن يجيب لك كل حاجه. يبقى هي كل بتعمل اللوحات كلها ايه؟ شتت زي ماشي. تبدا بقى تجيب البرواز بتاعك وتحط كل واحده من دول بامر موف، تروح حاططها وتروح حاطط الملاحظات والبادج بتاع المكتب او البادج بتاعك او اي حاجه بتاعك. وكده كل اللوحات بقى ايه؟ خلاص ماشي ماشي. ولو عايز حاجه من اللي لا 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 دي حته بعيده خالص عشان ايه؟ نضمن بس عشان ما يحصلش ايرور لا قدر الله.